اهلا بيكم في طريقنا طريق النجوم. النهارده بنتكلم عن الموزع وعن الفرقه الموسيقيه. الموزع لما نتكلم عن الموزعين يبقى على طول يجي في دماغنا اندري رايدر، علي اسماعيل، غيرهم كتير جدا من الموزعين. لكن الفرقه الموسيقيه هل هي مهمه بالنسبه للمطرب؟ يعني على سبيل المثال كلنا نفتكر فرقه السيده ام كلثوم، عدد كبير جدا حفظنا اسمائهم لحد ما بقى نجوم، الاصابجي والحفناوي ومحمد عبد صالح. اذا الفرقه الموسيقيه ممكن جدا تساعد في اظهار المطرب على خشبه المسرح، وعددها بيقل وعددها بيكتر. يمكن المطربين الشباب الفتره الاخيره بقى العدد قليل شويه، اعتمدوا على الالات الغربيه، بداوا مره تانيه يرجعوا للقديم، يحط كمانجات ويحط عود ويحط نيات عشان الفرقه تسري العمل الغنائي. هل فعلا الفرقه الموسيقيه والموزع الموسيقي لهم دور كبير في صناعة المطرب وزيادة شهرته ونجاحه أو إخفاقه على المسرح؟ هل في تجارب على المسرح مطرب فشل بسبب فشل فرقة موسيقية؟ أو هل هناك موزع موسيقي أفسد أغنية بعد ما كان لحنها جميل؟ وهل العكس ممكن يحصل، أغنية لحنها عادي والموزع يعلى بها قوي؟ تعالوا نتفرج وتعالوا نشوف الموزع والفرقة الموسيقية ودورهم مع المطرب. مستر خالد فؤاد، زمان كان في الفرقه المسيه احمد فؤاد حسن، فرقه النيل عبد العظيم حليم، مستر عبد العظيم حليم طبعا، الفرقه الذهبيه صلاح عرام، فرقه ام كلثوم، وفرقه فريد، فرقه الاطرش. مظبوط. انا حاسس ان في زيطه بصراحه، دوشه فرق والله. ده كويس يساعد على النجاح؟ هو صحي صحي كويس، بس لما انت تحسب زي ما سيادتك بقى فاكر الفرقه المسيحيه، فرقه الذهبيه، فرقه النيل، وام كلثوم ليها فرقتها، ولا الفنان فريد الاطرش ليه فرقته. تعالى بقى عد لي الفنانين كانوا قد ايه. يعني كانت الفنانه شاديه، الفنانه نجاه، الفنانه فايزه احمد، صباح، عبد الحليم. خلاص ادي العدد اللي موجود. لما طلع احمد عدويه بقت فاكهه جديده. لما دخل الاستاذ ربنا يديله الصحه استاذ محمد رشدي في تنافس الاغنيه، لما عمل الاغنيه الشعبيه برضو كانت حاجه. انما انت تعالى دلوقتي كم قد ايه يغني الاغنيه الشعبيه، كم قد ايه بيعمل الاغنيه الكلاسيك. يعني في عدد كبير دلوقتي المطربين. فلازم الفرق الموسيقيه اللي برضو تتكرر. لازم يبقى في فرق موسيقيه متكرره. انا مثلا كاسلوب، كانا كمايسترو وكفرقه، مع احترامي الشديد لكل المطربين، اتمنى طبعا ان احنا نتعامل معاهم، بس ده بالظبط كده. يعني لما انا اطلع اشغل اغنيه ماليش فيها دور، طب ما فرقه تانية تأديها. ممكن اغنيه مالكش فيها دور، ماليش فيها دور. يعني مثلا اغنيه شعبيه بتعتمد على جمله واحده ميلوديه، ما هو المايسترو مفروض ان هو ليه دور. يعني انا لو ارجع معاك فلاش باك شويه، تلاقي ام كلثوم كان انت عارف المقدمات الموسيقيه بتاعت اغاني ام كلثوم القديمه. كمان بالذات المقدمه الموسيقيه كان الاستاذ عبد صالح كان يدخل الفرقه بدماغه كده او بحرف بالقانون كده، وتخش تسمع أحلى. سلاسل ده، سلاسل ده. بيتك لسه موجوده؟ لا طبعا، راحت فين؟ انا طبعا فرقتي يعني اصابها حظ شديد قوي، واصابها سوء حظ شديد قوي زي كل حاجه في الدنيا. اول حاجه انا هبتدي اقول لك ان ايه، كل كائن يولد يموت. جميل. وده حاجه لا تزعلنا ولا اي حاجه. دي فرقه المصريين، وان كنت انا شايف ان اليومين دول بيجري تعتيم، لان انا هقول حاجه، ان فرقه المصريين هي بدء الاغنيه الحديثه في مصر. لان قبل كده ما كانش في حاجه اسمها بيس جيتار، ما كانش في حاجه اسمها درامز، كان الوتريات لازم تغني مع المطرب. احنا اول ناس حررنا الوتريات. احنا اول ناس اختصرنا المقدمه لدرجه ان ما تحسبوش يا بنات اربع مزير سوري اتنين بس، مزورتين ما حصلتش، ما حصلش ولا حتى في اغنيه اجنبيه. اغراض الاغنيه اللي احنا اتكلمنا عنها، اول ناس قلنا بحبك، لا ما تفكريش عشان بحبك ما اقدرش يوم استغنى عنك. تبادلنا وجهه نظر الراجل.
صوت عشان يطلع بكل ابعاده الجماليه لازمه الحان كويسه، الحان حلوه، الحان قيمه. شوف حتى عبد الوهاب لما غنى اغاني كده مش بمستوى صوته زي الكاس في ايديا، ترعيني ايرات ارعيك ايراتين، اغاني كده خفيفه ما بدش لا دي قديمه بتكلم لما صار صوته صار صوته كبير و بلاش تبوسني في عيني. فهل صوته في اغنيه ترعيني ايرات زي صوته في النهر الخالد مثلا؟ لا. ليه؟ لان في النهر الخالد لحن رائع قيم جدا استطاع ان يخدم صوت عبد الوهاب بكل ابعاده الجماليه. بدات المؤسسه بقى بالظبط الصوت لازمه لحن رائع عشان يبان. حتى الصوت الكويس الجميل اذا غنى لحن مش قوي مش هيتبان جمالياته خالص. الملحن ده عمل الجمله الاولانيه من الجزء الغليظ من الجزء العريض، وبعد كده طلع في الجزء اللي اعلى منه درجه صوتيه لغايه ما بيوصل لمنطقه الجوابات اللي هي منطقه ده. الراجل ده اتحرك ازاي؟ ابتدى رصد وبعد كده راح لحجاز وبعد كده راح لبياتي وبعد كده ده. التحرك ده هل التحرك ده يعني نسيبه كده يمر ولا نبقى نعرف هو بيتحرك؟ فهو ده ماده التحليل الموسيقي، دي تعتبر برضو من المواد المهمه جدا. يبقى العازف او اللي بيغني عارف هو فين وراح فين. ما هو الفارق بين أندري رايدر وعلي إسماعيل وخالد فؤاد؟ أنا أتمنى يعني الناس دي مدارس دي مدارس راح بيتمنى إن يوصل لقدر أنملة زي ما بيقولوا منهم. لأني كنت لما تسمع لهم أندري رايدر علي إسماعيل إبراهيم حجاج العظماء دول لما تسمع هم دول برضو بالظبط زي ما بتسمع ده صوت شادية ده صوت كريم محمود وزبتة ده كنت تسمع التوزيع تقول ده أندريا رايدر ده فؤاد الظاهري ده في جمل لغاية دلوقتي بتسمعها تعرف ان ده اسلوب التوزيع. يعني علي إسماعيل ده كان يتمتع بالآلات الخشبية بالفلوت والبيكالو والأبوة والحاجات دي يعني كان خبير فيهم. أندريا رايدر يتمتع بالآلات الوترية. انت لما تسمع الجملة اللي عاملها وما كنتش عارف هي الجملة عملهم مرة بالكمانجات مرة بالشلوهات مرة بالكورال الهارموني اللي معمول عليه. فالناس العظماء دول كان كل واحد برضو تعرف ان ده علي إسماعيل ده أندريا رايدر ده فؤاد الظاهري ده إبراهيم حجاج. كنت تعرف الناس دول من خلال أعمالهم مش من خلال دلوقتي يعني في توزيع موسيقى وفي كل حاجة بس ما تعرفش زي ما بتعرفش المطربين ما بتعرفش طبعا ما فيش موزع لازم يكون دارس
ما ينفعش موزع ما يبقاش دارس، برغم ان في دلوقتي موزعين مش دارسين بيجيبوا حد بيكتب لهم نوتة عشان يكتب لهم الكمانجات والوتريات، بيعتمدوا على الكيبورد الاورج الالات الالكترونيه بس فقط. يعني كان موجود برضو في جيل بتاعي وجيل قبلي بس بنسبة ضئيلة. لا ده انا عايز اقول لك حاجة، انت يعني هو تكملة لسؤالك بقى، هل هناك ملحنين يتركون الالحان للموزعين اللي عملها؟ اقول لك امال ده هو ده الاساس بقى اكتر يعني. يعني النهاردة ما بتسمع لحن اوعى تفتكر ان ده اللي طالع باسمه فلان، ده هو طالع باسمه بس، لكن شغله هو مش شغله، هو في معظمه شغل الموزع. مرتاحين جيتنا خلتنا سوا جراحين على مجروحين، كله منك يا هوى كنا قبلك مرتاحين جيتنا خلتنا سوا جراحين على مجروحين. القمر بقى يشكي منك والسهر بقى يبكي منك، القمر بقى يشكي منك والسهر بقى يبكي منك، والقلوب ملهاش دوا كله منك يا هوى، القلوب ملهاش دوا كله منك يا هوى، كله منك يا هوى. كله منك يا هوى كنا قبلك مرتاحين جيتنا خلتنا سوا جراحين على مجروحين. مش كفاية فورة مش كفاية جراح، هاتو خد عشوة هاتو خد عفرة. ما القمر بقى يشكي منك والصغر بقى يبكي منك، حبيبي والقلوب ملهاش دواء كله منك يا هوى، القلوب ملهاش دواء كله منك يا هوى كله منك يا هوى. الموزع دايما بيبقى جندي مجهول في الغالب. ليه؟ الاضواء ما بتبقاش عليه، يعني دايما اللحن بينسب للملحن والمطرب. كان زمان في الموزع الموسيقي النجم علي اسماعيل واندريا رايدر. علي اسماعيل كان ملحن كمان وكان مؤلف موسيقى تصويريه، فعشان كده كانت النجوميه عنده عاليه، وبسبب كمان فرقه رضا ان هو كان الف حاجات لفرقه رضا فاتعرف قوي. الموزع اندريا رضا ما كانش معروف زي علي اسماعيل، بس كان معروف يعني معروف. يمكن ناس كتير ما تعرفوش زي علي اسماعيل. انا ممكن اوزع ليه ما بوزعش؟ لان المفروض ان يبقى في تكثيف. انا لما لحن ما اشغلش نفسي بالمشوار اوصل بيه حد، انا مش سواق تاكسي او انا مش مؤلف او انا مش موزع. ملحن ملحن له حياه، ولا حتى لو هو مش بيلحن بالعود له خيال، له حياته اللي بعيده عن العود والكلام دي بتساهم او بتدعم حياته اللي هي بالعود والريشه والورق. فمفروض ما يشغلهاش بتوزيع ولا يشغلها بتوصيل ناس بالعربيه او انه يروح يقعد يلعب حاجات بلياردو والكلام. لا ده في حياه خاصه له، يقرا
يطلع يتفرج حتى على تلفزيون يشوف العالم ده ماشي ازاي يطلع على ده فبالتالي يبقى بيجهز نفسه لاختصار موجة الموزعين الموسيقيين في الفترة دي بالذات. طبعا التوزيع الموسيقي ده موجود من زمان. موجة ولا هوجة؟ لا هي موجة. هي ما بقتش لا هوجة ولا موجة. هي بقت اساسية في الاغنية. يعني التوزيع الموسيقي دلوقتي بقى اساسي في الاغنية وشيء له اهميته زيه زي المؤلف زي الملحن لانه هو اللي بيخرج هو المخرج. اسألك سؤال ده جديد على الاغنية المصرية ولا علي اسماعيل كان موزع زمان؟ لا طبعا علي اسماعيل واندري رايدر كانوا موزعين هايلين. هي جديده لاني في فتره مرت بس هم كانوا بيعملوا اغاني بسيطه يعني اغاني معينه يعني الاغاني الوطنيه مثلا حبيبها قصيده يعني لكن ما كانوش بيعملوا كل الاغاني يعني مش كل الاغاني كانت لابد ان توزع. انا محترم فيهم ده. انا كملحن شايف ان في اغاني مش محتاجه لكل التوزيع ده والكل طبعا والكل الخطوط والهوسه دي يعني انا نفسي يعني بس الحكايه ما تبقاش لابد من موزع لكل الاغاني. في حاجه اسمها تنفيذ بقى يعني يبقى منفذ بيطلع الاغنيه بشكل لذيذ معين. ما هو ده الجديد. ممكن الجديد تشرح لي يعني ايه توزيع؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش. التوزيع مفروض انه ذوق فنان بيخرج اللحن المعمول باحلى صوره كويس. بس هو اللحن بيجي على العود مثلا؟ اللحن مثلا بيروح له على العود او بيسمع الميلودي بتاعه يعني اللحن بيقول تبارا لا 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 مثلا هو بياخد التلالالا دي بيحط تحتيها البيزنج بتاعها ووضح بيزنج يعني عشان الناس بيزنج يعني هو بيحط آلات معينه بيتخيل دخول معين للاغنيه بيخرجها زي المخرج. هو المخرج ما هوش بيمثل والمخرج ما هوش بلاش زي الكورة الكوتش اللي قاعد بره ما هو بيلعبش ولا بيعمل حاجة ولا احنا بنشوفه لكن ده بنقولنا هو ده شالوا المدرب عشان مش عارف عمل ايه وجابوا المدرب ده هو ده دور الموزع. هو ده مفروض انه ده دور الموزع يعني. زمان يا استاذ خليل كان الملحن هو الموزع يعني الموجي وبليغ وعبد الوهاب كان هم الموزعين كانوا منفذين بحس لعملهم يعني واكتر حد ممكن يحس بشغله هو اللي عمله. فانا شفت مثلا يعني اعرف اني عبد الوهاب مثلا او شفت ده في بروفا لفرقه ام كلثوم وانا معيد باكاديميه الفنون اياميها كنت يعني تدخل في استخدام الرق في لحن من الالحان القديمه كان بيعملها لفرقه ام كلثوم قال له بس انا مش عايزك تعمل ما تلعبش كل ده انا عايزك تمسك الرق تعمل تشك 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 مع اللحن بس بس بس. فاول ما حصل كده انا حسيت حتى ب ب بان اللحن بقى شيك بقى جميل هو مش عايز اكتر من كده فعلا. لكن في كتير من الموزعين بيقال عليهم موزعين دلوقتي بيعملوا اوفر دوز على اللحن نفسه يعني حمل زياده وبيبقى مش محتاج يعني جملة مثلا بسيطة زي اي غنوة بنسمعها مثلا يعني اما اجي اقول الاقصر بلدنا بلد سوا مثلا كمثل من اغاني اللي اشتهرت وشعبية مثلا لو جيت تعملها دلوقتي ما ينفعش بقى تروح حاطط لي برصات سيكشن البرصات يعني النحاس الحاجات النحاسيه دي مهما يبقى ضاعت وكمان جاي تقول ما فيش ما يبقى باظت الغنوة يعني هي لازم تبقى الحق على قد على يعني ايه الغنوة كده على قد لحافك مد رجليك. طبعا بتوزيع نقل الاغنيه العربيه او المصريه بشكل خاص نقله تانية خالص يعني انا شايفه انه اصبح التوزيع لا يقل اهميه من التلحين كمان طبعا لان هو بيديها القالب والشكل الغنائي اللي المفروض تحط فيه الاغنيه. ممكن مثلا اغنيه مثلا نقول من اغنياتي زي على البال لو كانت عملت مقسوم كانت هتبقى شكل ثاني لما عملناها ريع خدت بعد ثاني خالص يعني. في حاجات دراما مثلا لو كانت عملناها بشكل درامي لو كانت عملت في شكل ثاني كانت هتاخد شكل مختلف. فالتوزيع هو اللي بيعمل القالب والشكل الغنائي اللي احنا قد تتشابه فاللي بيلبي لهم طلباتهم ملحنين يعني ممكن يبقى
ويجي مثلا مطرب يقول له انا عايز اغنيه زي اغنيه كذا، فهم يقعدوا يعني يقعدوا يستدعوا حاله اغنيه كذا فتبقى متكرره. زائد ان هناك مجموعه موزعين موسيقيين يعني المتميز منهم قليل، يعني باستثناء بعض الاسماء امثال طارق عاكف ويحيى الموجي وعماد الشاروني كان في فتره بس هو ساب مصر اليومين دول، ومثلا اشرف عبده في منطقه وحميد الشعري في منطقه، بتظهر انماط مكرره للحاله دي، فبيبقى بيوصلوا جميع الالحان الى نفس الحاله نفس الطريق، فبتتكرر الاغنيات بدون اي تدخل من الملحن غصب عنه، بيلاقي روح الموزع بتوديه في المنطقه دي، وبتظهر ده تعمد زائد العفويه، يعني اما التعمد على ان الناس بتحاول تعمل ده، يا اما ناس بيبقى عفوا غصب عنهم بتقرب الحانهم الى الشكل ده، وده بيبقى مسؤوليه الموزع الموسيقي. التوزيع بيساعد او بيساهم على صناعه النجم، لانه او بيساعد على الابهار من للاغنيه، لانه اللحن لما يكون الكلام الاول كويس واللحن ايضا كويس وجيد وجديد، ايضا التوزيع لما يكون جديد ومش مستهلك، دي بتخلق او بتساعد الصوت الكويس على انه يبقى قريب قوي للناس ويدخل في قلب الناس بسرعه. تفوقت وتالقت في الموسيقى التصويريه بتاعت لن اعيش في جلباب ابي. الاول عايز اسمعها. الاول ما دام عايز اسمعها اقول لك الخبر الحلو. ايوه. اليابان المنتجه لهذا الاورج خدت جلباب ابي واستاذنوني بالفاكس وبالتليفون انهم يحطوه كعنوان لامكانيات الاورج. ونزلوا اسمي في جميع كتالوجات العالم الحمد لله. وده نزل وده كان وده شرف كبير قوي حصل. كتب الخبر ده في مصر انا والزميل عمر خالد اللي خده مننا خده من عمر خالد ليله القبض على فاطمه. خده مني جلباب ابي وحطوها في الاورج كديمونستريشن يعرضوا بيه امكانيات الاورج في العالم كله. ده شيء جميل، ده خبر جميل في الكتالوجات العالميه. دي شركه عالميه في العالم كله. فهسمعك هم عاملينه ازاي، مش انا اللي عاملينه، هم اللي عاملينه بقى مش انت. خلاص قد ايه اليابانيين بيهتموا برضه بموسيقانا الشرقيه. والحمد لله ده توفيق من ربنا، ده قمه النجاح. ابرز الموسيقى التصويريه عملتها المسلسلات او الافلام كانت ايه غير لن اعيش في؟ انا حصلت على جائزه احسن موسيقى في مصر والحمد لله رب العالمين اربع مرات. الاولى عن فيلم العار، والثانيه عن فيلم الكيف محمود عبد العزيز برضه، والثالثه عن فيلم اربعه في مهمه رسميه مع استاذ احمد زكي. احمد زكي ودي ادخلت فيها لاول مره في العالم العربي قرد ومعزه وحمار في الموسيقى لايف، اصوات فعلا جبتهم الاستوديو وخدت فعلاً اللي انا عايزه. وعشان كده خدت الجائزه من جهتين مختلفتين، جمعيه الفيلم وجمعيه الرفق بالحيوان دي اللي بقى. و
وحصلت على اديك البرابر مع الاستاذ حسين كمال كانت اخر جائزه حصلت ومن ساعتها تقريبا مقل جدا في السن مقل. بس انا عايز اقول لك حاجه ما تزعلش مني. لما حطيت المزيكا بتاعت لن اعيش في جلباب قوي على اغنيه ما عجبتنيش قوي. لا ما عجبتكش انت بس عجبت ناس كتير. لا يعني انت انت حاسس انها نجحت زي ما انت كنت متخيل؟ طبعا لسبب لان هي جمله محبوبه الناس حبت تيره بس ما سمعتش مع الناس مع الناس كاغنيه زي ما سمعت كمزيكا. لا في اغنيه في الالبوم نفسه نجحت اكتر لانها كلاسيك اكتر ومعناها اعمق لاصعب حب نجحت اكتر من اغنيه ومرتين في البوم. طب انت كنت متوقع انها تنجح اكتر؟ كنت متوقع انها تنجح اكتر. كنت متوقع اصعب حب لانها النوعيه اللي الناس بتحبها وكانت نوعيه جديده على خالد حجاج. ان خالد يغني رومانسي فكانت دي اغنيه لايقه جدا على انه انسان يقول انه اللي بيحبها ما بتحبوش اغنيه. فطبعا صعب ممكن الاغنيه دي تخش على الاغنيه. فالنوتة الموسيقيه دي مطلوبه يعني دي اساسيات الموسيقى بالاضافه الى المقامات الموسيقيه. يعني كان اجتهادي الزمان كان الموسيقي يعرف ان دي راس دي تبعياتي دي حجازي بتاع من يعني من سياق اللحن. انما دلوقتي الموسيقى بيبص للدليل اللي موجود في النوت الموسيقيه اول حاجه محطوطه بيعرف ان الاغنيه دي راس الاغنيه دي بيات الاغنيه دي حجاز المقامات الموسيقيه. بالاضافه للتوزيع الموسيقي الهارموني يعني التوزيع الموسيقي يعني بكل الاركان بتاعته. فهو ده الجزئيه بتاعت نظريه الموسيقى العربيه. انا بدرس بقى النوت الموسيقيه ازاي تدوين النوت الموسيقيه ازاي قراءه النوت الموسيقيه بالاضافه الى التحليل الموسيقي.